كلمة قحبة أتت من قحبة وتعني السعال المفتعل يقصد به الإيدان للرجال بالدخول إلى خيمة الباغية، وهذه الطريقة كانت تستخدمها باغايا قريش للإشارة إلى جهوزيتهن لإدخال مريدهن إلى الفراش. في كتاب أخبار الأذكياء لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القريشي البغدادي وردت المسحة التالية: دخل بعض شعراء الهند على أمير فمدحه، فقال الأمير: تقدم يا زوج القحبة. فسأل: وما زوج القحبة؟ فقال: هذه بلغة العرب كناية عمن له قدر جليل ومحل كبير ومال ودواب وغلمان ومنزلة. فأجابه: فأنت والله أيها الأمير أكبر زوج قحبة في الدنيا. فخجل الأمير وعلم أن مزاحه جرى، لا بس علم أن مزاحه جرى عليه شتمه ولم نسمع إن كان قد قطع رأسه أم لا.